أعزائي المشاهدين، برحب فيكم ولقائنا هلأ مع الطبق الرئيسي. طبق لذيذ جدا، متأكدة تماما أنه حيعجبكم. حنعمل صينية الدجاج بالأرز بالفرن، نشوف سوا الوصف. صينية الدجاج والرز. لسلق الأرز 2 كوب أرز بسمتي، 2 قطعة ورق غار، 4 فص هيل صحيح، 1 ملعقة كبيرة ملح، و2 ملعقة كبيرة زيت ذرة. خليط الدجاج، 4 قطع فيليه دجاج، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة بهار مشكل، نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون، 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون، 2 ملعقة كبيرة زبدة، 2 ملعقة كبيرة زيت، 2 حبة متوسطة بصل جوانح، 4 فص ثوم مهروس، 2 قرن فلفل أخضر مفروم، 2 حبة كبيرة طماطم مفروم، 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم، 1 حبة كبيرة فلفل أخضر مقطع مكعبات 1 سنتي، وحوالي 2 كوب من الماء. أعزائي، وصفتنا كتير سهلة لرمضان، لأي وقت في السنة، مريحة جدا لست البيت، التجهيز المسبق فيها مريح جدا. يعني اليوم حنعملكم الوصفة كلكم حتحبوها. أولا حيكون عندنا صدور أو فيليه الدجاج، حنقطعه لقطع صغيرة، إذا حبيتوا تخلوه قطعة كبيرة ما في مشكلة حسب رغبتكم. عندنا شوية رز بسمتي وشوية خضرة، طماطم، بصل مقطع جوانح، بدي هيك الصوص يبقى تقيل، ما بدي بصل يدوب، بدي يبقى باين. شوية فليفلة مقطعة مكعبات كبيرة، قلت لكم حوالي 1 سنتي، يعني مكعبات، يعني تبقى باينة وقت الأكل، وشوية بهارات. الوصفة كتير بسيطة، التجهيز المسبق فيها حنشوفه سوا. خلوني في البداية أبتدي وصفتنا بسلق الرز. هحتاج أسلق رز. طبعا الرز عشان أسلقه، خلينا نقول ملاحظة يمكن نوال ما تكونش كتير إلها في الرز البسمتي، بتعمل هيك أطباق يعني أو بتحبي؟ مرات، حسب، مرات مش كتير. أوكي، الرز البسمتي بيبقى عندي بالشكل هذا يا نوال. حلو، لابد نغسله كويس كذا مرة في المي، تحت المي هيك الحنفية، نضلنا لغاية ما يروح الأبيض مي البيضة منه، نغطيه بالمي، نغمره بالمي وننقعه شوي. حلو. حوالي ربع ساعة على الأقل، ممكن ساعة ساعتين، كل ما طولنا وقت النقع كل ما كان أحسن. ببتدي هلأ أسلق الرز، هحط هون كمية وفيرة من المي. كيف نسلق المكرونة؟ طبعا مي كتير، احنا هون مش هنطبخ الرز، نسلقه فقط بس سلق. يعني لما بنطبخ لازم مية السلق تبقى مناسبة عساس الرز طبعاً يمتصها، صح؟ طبعا. احنا لا، هون بنسلقه سلق وبضل عنا مي كتير بنرميها بعد هيك ما بنستعملها. هنحتاج هلأ منك لو سمحتي شوية ملح وفصوص هيل. أعزائي المشاهدين، هنحط شوية زيت عشان حبات الرز ما تلزق مع بعضها، وحطي لنا فصين ثلاثة هيك من الهيل. ما عنا عيار، حسب الموجود عندك يعني. وشوية ملح، إذا عندك ورق غار ممكن نحط ورق غار. بنقلب الرز تقليبة خفيفة، كمان واحدة حبيبتي، شكرا. بنقلب الرز ونتأكد دائما إنه عم يغلي بقوة. لاحظي هلأ حبة الرز، شوفي مقاسها عشان كمان شوي حورجيكي كيف بس تاخذ غلوة بيتضاعف حجم حبة الرز. وأثناء ما احنا عم نسلق الرز، نوال من فضلك حضري لي هيك مصفاي، خليني احط ايوه الطبق هذا الكبير والمصفاي اللي تحته، خلي جنبنا عشان نصفي الرز فيه مباشرة. طبعا ما فيش يكون اطفال في المطبخ اثناء سلق الرز، طبعا تعمل الاشياء اللي فيها مي، سوائل، زيوت. الاطفال يكونوا في المطبخ امتى؟ لما بنعجن اشي، بنشكل، بنقطع، لانه دائما بقولوا خالته منال قالت ندخل المطبخ، مش كل وقت. يبقى لاحظي نوال ابتدت حبة الرز هيك تكبر عنا شوي، وعم ياخذ زي ما بتشوفي باستمرار عم يغلي. هنخليه ياخذ برضو غلوة بسيطة. اعزائي المشاهدين، نشوف الوقت المناسب لتصفية الرز بعد الفاصل. أعزائي، المقاس أصبح معقول، شو رأيك نوال؟ كبر هيك نفشت حبة الرز، وزي ما جهزنا هون نبتدي نصفيه. طبعا هاي المرحلة الأولى، احنا لسه عنا بقية الطبخة، بس من فضلك نوال انتبهي بس عشان ايدك ما يبقى، انا بس هصبه هيك مباشرة.
الرز عندنا هلا جاهز، حخليه هيك على جنب، ممكن اخليه جنبك هون هيك على الجنب هذا هيك. اوكي، ونبتدي خطوتنا التاليه. خطوتنا التاليه كتير بسيطه نوال، من فضلك حنحتاج كاتينج بورد. عايزه اقطع الدجاج، نبتدي نسخن، ناخذ سكين ونسخن شويه زبده، وممكن نخلط زبده وزيت اذا حبينا، شويه زبده وشويه زيت حسب ما بتحبوا، مش مهم يعني الدهن اللي حتستعملوه حسب رغبتكم. هون انا حخلط الاثنين سوا. نوال من فضلك هلا طبق زغنطوط هيك من ورا، وتحطي لنا البهارات سوا لبما انا اجهز الدجاج. قطع فيليه دجاج حتبقى عندي بالشكل هذا، زي ما قلنا ممكن اخلي القطعه كبيره اذا بتحبوا، بيبقى كل شخص لما نيجي ناكل باخذ قطعه بطبقه مع الرز، او حبيتنا نقطعها الى ثلاث اجزاء. ايش رايك نوال نقطعها ثلاث قطع؟ بتبقى لذيذه، ما في مشكله. يبقى نوال حتحط لنا هلا تشكيله من البهارات في الطبق، يعني من ثلاث انواع البهارات اللي عم نستعملها، وانا حقطع الدجاج بهالطريقه هاي. هلا حناخذ البهارات اللي عندك بعد اذنك، حتاخذي هذا البورد، خلصنا منه، خلينا نغير الجوانتي ونبتدي خطوتنا التاليه. البهارات حنحاول تقريبا كاني انا بدي اقسمها الى ثلاث اجزاء، مش بالملي تقريبا. حنشوف هلا خطوتنا الاولى. وانتي عم بتعملي تخلطي البهارات، انا جهزت هون زبده وزيت. أوكي. عشان يعني ما يروح عليكي ولا لا خطوه لا من الشغل. اوكي اعزائي المشاهدين، زي ما قلنا حنقسم البهارات الى ثلاث اجزاء. خلينا هلا نشوف خطوتنا الاولى. ممكن تحطي الزيت لحال؟ ممكن ما في مشكله، نوع الدهن زي ما انت بتحبي. هحتاج الغطاء اللي تحت نوال من فضلك. اعزائي البهارات مخلوطه مع بعضها، وحبتدي جزء منها حنحطه على الدجاج وابتدي اقلبها بالشكل هذا. شيلي لنا بقى الغطاء يا نوال. حط قطع الدجاج بالطريقه هاي، غطيها وحنراقب هلا احنا اذا كان بس يتحمصوا او بس يتحمروا حنقلبهم. تحبي احط التومة فوق الصندوق فوق الطماطم؟ ما في مشكله. خلينا اثناء منوال بتجهز لنا التوم نبتدي نحضر طبق الفرن. انا هحتاج طبق فرن بهذا الشكل. ماشي حالك؟ طبعا التومة اذا حبيتوا تهرسوها او تقطعوها شرائح ما في مشكله. عندنا الطبق اللي حنستعمله، حنستعمل طبق بهذا الشكل او اي طبق مناسب من الفرن يطلع على السفره على طول، ويكفي كميه الدجاج مع الرز. حنشوف سوا هلا فكرتنا لهذه الوصفه. شوفي قطع الدجاج كيف هلا ابتدت تاخذ لون ذهبي. حلو، شايفه؟ هذا لازم تخليهم يستووا ثلاث ارباع سوا، يعني لسه حيدخل الفرن فمش ضروري يستووا 100%، بس هيك يتحمروا. دائما انا بحب موضوع التحميص هذا او التحمير اللي في الاول، عشان هو اللي بيعطي طعم للاكل. هذه مهمه جدا جدا جدا. حنشوف هلا خطوتنا التاليه اعزائي المشاهدين بعد ما يدبل عندي ويتحمص الدجاج. نوال ايش رايك بهالريحه؟ كثير شهيه طبعا. حنحتاج اعزائي المشاهدين هلا نطلع الدجاج هلا على جنب. اعطينا من فضلك نوال طبق نشيل فيه الدجاج. هي معلش حتاخذ منكم خطوتين ثلاثه هالوصفه، ما تحسوا انها طويله، بس حنشوف هلا فكرتنا بالاخر حتعطينا طبق رائع جدا جدا. يبقى احنا حمصنا او شوحنا الدجاج، مش شرط يستوي 100%. من فضلك نوال هلا اعطينا البصل، اعطينا من فضلك الفلفل الاخضر والفلفل الاخضر، لا الاخضر بعدين البهارات احنا حطينا خلاص الفلفل الحار والاخضر نفسي. يبقى هالخضره كليتها مع بعض هيك ندبلها. حضيف الطماطم، شكرا نوال، مع التومة برضو تشويحة خفيفة. وزي ما اقترحنا عليكم احنا قسمنا البهارات
ثلاث أجزاء. هنحط هلأ جزء برضو من البهار، هنخلي شوية على جنب. وعندنا معجون الطماطم، من فضلك عندنا كوبايتين مي على مهلك. تمام. بتقدر تعصري البندورة كتستعمليها كصوص؟ ممكن إذا بدل ما أحط، قصدك معجون الطماطم. ما في مشكلة. أعزائي المشاهدين تخيلوا هالطبق عني كيف صار. هرجع تاني أرجع الدجاج. شو رأيك؟ كتير حلوة. هلأ بس هياخد غلوة دقيقة واحدة فقط، وحنشوف خطوتنا التالية. هنغطيه ونسيبه. ممكن تحطي كمان خضروات معها؟ إذا إلك مزاج تحطي، ممكن يجي على بالك تحطي جزر، بيبقى لذيذ. تحطي بازيلا. حلو. واو. أعزائي المشاهدين حنشوف بعد هيك خطوتنا التالية. أعزائي خطوتنا التالية كتير بسيطة، وزي ما قلنا هذا التجهيز مسبق. هلأ كل هالخلطة هاي حنحطها في طبق الفرن. اوكي، شامه الريحة يا نوال. كتير حلو. تمام، وزعيهم هيك، افرديهم هيك شوي. تسلم ايدك. مثلا شو رأيكم خطوتنا التالية؟ هاخد الرز اللي سلقناه قبل شوي، وبإيدي هيك شوي شوي أحاول، هو سخن معلش قدر الإمكان، أوزعه على سطح الدجاج. سخن كتير. أحسن لي بالمعلقة. أحسن. بس هلأ أنا هحتاج أغطيها بورق ألمنيوم، بورق الفويل. تعطيني ورق من فضلك نوال، من تحت عنا هون. تسلم إيدك. وححتاج عشان أغطيها، قبل ما أغطي رح نرش رشة خفيفة بقيت البهارات، بتتذكري؟ ايوه. يبقى احنا قسمنا البهارات الى ثلاث مجموعات. تمام، نقطعها. اعزائي المشاهدين انا حغطيها بورق الفويل، بس قبل ما اغطيها يفضل اني ارش رشه من الزيت على ورق الفويل بالشكل هذا، تفضلي، عشان ما يلزق على سطح الرز. هاي خطوه كثير مهمه. عنا الدجاج مع الصوص كله حطيناه تحت، حطينا الرز المشخول ونغلفه بالطريقة هاي، وجاهز يدخل الفرن على درجة حرارة 180. سيبوه إن شاء الله ساعة، ما في مشكلة، حوالي ساعة خلوه بالفرن، انسوه، بضله دافي وبضله ينطبخ على مهله. الرز بكمل طبخ، الصوص بتعقد اللي جوا، الدجاج بكمل طبخه. طبق لذيذ جدا جدا، إن شاء الله يعجبكم. سلقنا الرز في المي مع الملح والزيت والهيل والغار. شوحنا قطع الدجاج، شوحنا البصل مع الفليفلة والفلفل، أضفنا معجون الطماطم، حطينا خليط الصلصة في طبق الفرن، وزعنا عليه الرز ودخلناه الفرن. صينية الدجاج والرز. لسلق الأرز، 2 كوب أرز بسمتي، 2 قطعة ورق غار، 4 فص هيل صحيح، 1 ملعقة كبيرة ملح، و2 ملعقة كبيرة زيت ذرة. خليط الدجاج، 4 قطع فيليه دجاج، 1 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 1 ملعقة صغيرة بهار مشكل، نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون، 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون، 2 ملعقة كبيرة زبدة، 2 ملعقة كبيرة زيت، 2 حبة متوسطة بصل جوانح، 4 فص ثوم مهروس، 2 قرن فلفل أخضر مفروم، 2 حبة كبيرة طماطم مفروم، 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم، 1 حبة كبيرة فلفل أخضر مقطع مكعبات 1 سنتي، وحوالي 2 كوب من الماء.